وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص بالشأن السوري ياسر النجار. مرحبا بك معنا سيد ياسر. حياكم الله. أهلا. غوتيريش يعلن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، لماذا تأخر تشكيل اللجنة حتى الآن؟ يعني نعلم جميعا أن مشروع الإعلان أو تشكيل اللجنة الدستورية أصبح له حوالي سنتين. طبعا النظام السوري ومن خلفه روسيا هم المعوق الأساسي بتشكيل هذه اللجنة، والسبب أن روسيا ترى أن تشكيل اللجنة الدستورية هو يعني خطوة للأمام في مضي للحل السياسي، في حين أن روسيا تعتمد سياسة الحسم العسكري، وأيضا النظام الأسد يرى أن أي حل سياسي سيكون بإبعاده عن السلطة كون أنه يتحمل الكثير من الجرائم الحرب التي يعني وجهت له اتهام على مستوى الأمم المتحدة ومحاكم دولية بخصوص ما يعرف استخدام السلاح الكيماوي. لذلك لا نظام الأسد ولا حتى روسيا حريصين على أن يكون هناك حل سياسي. تستفيد روسيا خلال هذا الوقت من سياسة القضم في المساحات، ونعلم أن هناك ما يعرف بمناطق كانت أربعة هي مناطق خمسة صعيد، الآن بقيت نقطة واحدة وهي إدلب، وهذه النقطة بدأ القضم فيها منذ فترة. إذن روسيا كانت تعطل هذا الأمر، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها من خلال الضغط على روسيا ومن خلال اعتماد فكرة جديدة أنها قد تمضي إلى الانتخابات بشكل مباشر وبدون لجنة دستورية. هذا الأمر الذي سرع من عملية تشكيل والإعلان عبر المؤتمر الذي حصل أو القمة الثلاثية التي حصلت في أنقرة، حيث أعلن بوتين على أنه انتهت كل المعوقات من تشكيل اللجنة الدستورية. وبتصوري أن النظام سيحاول الآن أن يعوق من خلال العمليات الإجرائية في عملية منهجية اللجنة الدستورية، بعد أن كان يعوق من خلال مسميات أو أسماء الأشخاص المشتركين في اللجنة. طالما أن المعوقات أزيلت وهناك إعلان عن اللجنة الدستورية، وأنت تقول أن النظام سيوسع من عملياته وهذا سيكون رده على تشكيل هذه اللجنة، معنى ذلك أن النظام لن ينخرط في أعمال اللجنة الدستورية وعلى الرغم من الموافقة الروسية، ماذا سيفعل النظام في هذه الحالة؟ أنا بتصوري تصريح وليد المعلم منذ بداية الثورة قال أنه سيغرقهم في التفاصيل. أنا بتصوري يعني النظام الآن يرى أن المنحيين مختلفين تماما، المنحى السياسي يستطيع أن يعوق فيه كما يشاء، والمنحى العسكري هو يستغل عدم وجود ضغوطات دولية لا على روسيا ولا على النظام في سياسة العمليات العسكرية المنتهجة في إدلب. أنا بتصوري النظام يستطيع أن يعوق من خلال القضايا الإجرائية الآن في اللجنة الدستورية. على سبيل المثال، من هي مرجعية اللجنة الدستورية؟ هل هذه اللجنة الدستورية ستنطلق من الدستور 2012 الذي هو دستور النظام المعدل على القياس، أم أن هذه اللجنة سيكون لها دور في يعني بداية كتابة مشروع جديد لدستور للسوريين؟ هل هذه اللجنة الدستورية ستعرض على الاستفتاء نتائجها، وعن أي استفتاء يتكلمون؟ هل الجاليات السورية المتواجدة وهي التي تشكل قرابة نصف المجتمع السوري في المهجر واللجوء القسري، هل ستشارك في عملية الاستفتاء؟ إذا هناك قضايا تفصيلية كثيرة يستطيع من خلالها النظام أن يعوق عملها، وبالتالي يكون هناك مسيرة الحسم العسكري، مسيرة متبعة ومنتهجة من قبل الروس ومن ميدانيا. على سبيل المثال، النظام السوري يستأنف القصف المدفعي على جنوب إدلب في رد واضح على تشكيل اللجنة الدستورية. يعني النظام منذ إعلان ما يعرف بمناطق خفض التصعيد وخصوصا منطقة خفض التصعيد في إدلب لم يقف يوما يعني يلتزم يوما بعملية خفض التصعيد، بل كان على العكس، هو يقوم بعمليات عسكرية سواء بالقصف البعيد المدى أو حتى بالطيران العسكري، وحتى كانت روسيا متورطة بهذه العمليات القصف. إذا النظام كما ذكرت هو يراهن على حسم عسكري، وبتصوري أن هذا الأمر يضغط عليه من قبل الميليشيات الإيرانية من قبل تحقيق مصالح لشركاء نظام إيران وروسيا على الأرض. ولكن بتصوري الحاضنة الثورية فهمت هذه الألاعيب، وهي أقرت بشكل واضح أنه لا سبيل لمصالحة وطنية كون أن النظام ضرب بعرض الحائط كل المصالحات السابقة سواء في درعا أو في حمص أو حتى في يليد دمشق. بالعودة للضامن الروسي، كيف تقرأ موقف الضامن الروسي سواء من اللجنة الدستورية أو وقف انتهاكات النظام في مناطق خفض التصعيد؟ يعني أنا بتصور القرار 2254 التي ساهمت روسيا في وضعه قرار ينص ابتداء على عملية وقف إطلاق النار،
ومنذ أيام قليلة كان يوم الجمعة على سبيل المثال كان هناك اجتماع لمجلس الأمن من أجل إقرار وقف إطلاق النار. إقرار وقف إطلاق النار يعني السير خطوة إلى الأمام من أجل حل سياسي. إذا روسيا تضع فيتو وتضع عراقيل في قرارات وقف إطلاق النار على المنحى الإنساني، إذا روسيا غير منتهجة لأسلوب الحل السياسي. روسيا مؤمنة أنها عندما تحتفظ بالنظام الأسد تضمن مصالحها، تضمن اتفاقيات الإذعان التي وقعها بشار الأسد سواء على المناحي العسكرية أو حتى الاقتصادية، وبالتالي روسيا لن تتخلى عن نظام بشار الأسد إلا في حال ضغوطات تمارس عليها وملفات خارج إطار الملف السياسي السوري. في ظل كل هذه التداعيات والتطورات، إلى أي مدى تعتقد أن هناك إمكانية لكتابة ووضع دستور جديد في سوريا؟ يعني أنا بتصوري لا يمكن أن يكون هناك دستور يكتب في وضع هناك قوة عسكرية متواجدة على الأرض لا يعترف بها الشعب السوري. أنا أتكلم عن روسيا كقوة احتلال، أتكلم أيضا عن إيران. إذن لا نستطيع أن نقول أن روسيا تستطيع أن تدعم مسيرة ما يعرف بكتابة الدستور السوري، وأيضا لا يمكن أن يكون هناك منهجية لاتباع كتابة. أشكرك سيد ياسر النجار المحلل والمتخصص بالشأن السوري، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول.